أهلا بكم. قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط إن 87% من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا كانت في 5 بلدان من الإقليم من بينها مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للصحة العالمية اليوم حول أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد أن تكاتف المجتمعات والمنظمات سيمكننا من الخروج من هذه الجائحة بسلام. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 81 حالة ليتجاوز إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في مصر 3000 حالة فضلا عن قرابة 70,000 إصابة. أرقام تضعنا أمام مسؤولية، تضعنا أمام تساؤلات عديدة تخص مستقبل الإصابات في مصر، خصوصا بعد فتح أو قرار فتح الطيران اللي هنناقشه بعد قليل. كمان كنا تحدثنا أكثر من مرة فيما يتعلق بمعدل الوفيات المرتفع في مصر وأسبابه، عشان كده خلونا نروح إلى موسكو إلى دكتور أحمد سعد أمين الطبيب. دكتور برحب بيك. يعني يمكن ما تحدثنا عنه سابقا هو معدل الوفيات الموجودة في مصر، ارتفاع المعدل إذا ما قارنا الموضوع بدول أخرى. تصنيف منظمة الصحة العالمية بيضع مصر ضمن الدول الخمسة الأكبر في شرق المتوسط، النهاردة بنتجاوز 3000 وفاة، دلالات ذلك. دكتور سامعني؟ طيب واضح ان الاتصال او الصوت مش واضح بشكل جيد للدكتور احمد سعد امين لحد ما يرجع لنا. بنتكلم عن معدل الوفيات العالي، تحدثنا اكثر من مره وكان معانا حتى الدكتور احمد نفسه قبل كده اتحدث عن انه ربما يكون السبب في ذلك ان مصر لا تتوسع في اجراء التحاليل، تحاليل البي سي ار، وبالتالي العدد الفعلي للاصابات اكثر من العدد المعلن، بالتالي كلما كان العدد عدد الاصابات اقل من الحقيقي كلما كانت نسبه الوفيات الى الاصابات اكثر، لان تسرب اعداد من الوفيات اصعب من تسرب اعداد من الاصابات، خصوصا في ظل الاعتماد على اساليب اخرى غير البي سي ار والاعتماد على العزل المنزلي وغيره. مش عارفين الدكتور احمد سمعنا دلوقتي بشكل كويس يا دكتور؟ انا سامع حضرتك دلوقتي، سامع حضرتك، معلش كان في غالبا حاجه في الكونكشن. ولا يهمك، كنا بنتكلم عن معدل الوفيات واسباب ارتفاعه. معدل الوفيات طبعا في العالم هو شيء طبيعي هيزيد طبعا، طالما ان الفيروس موجود زي ما قلت لحضرتك، وطالما ان في يعني اعداد جديده موجوده، لان في نسب معينه بتبقى النسب دي طيب واضح انه برضو في خلل في الاتصال لحد ما يعني نقدر نتواصل مع الدكتور بشكل افضل. تعالوا نشوف رساله من متعافي من فيروس كورونا اثناء تبرعهم بالبلازما في المركز الاقليمي لنقل الدم بمحافظه المنيا، وان كان النهارده ليس منظمه الصحه العالميه كانت بتتكلم عن احتماليه عدم فعاليه اصلا العلاج بالبلازما. تعالوا نشوف التاني. بنتشرف النهارده ببدء فعاليات سحب متبرعين بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمركز الاقليمي لنقل الدم بالمنيا التابع لاداره خدمات نقل الدم القوميه بوزاره الصحه للاستفاده بهذه البلازما لحقنها للمرضى المصابين بفيروس كورونا. اشتراطات التبرع بالبلازما هي تقريبا نفس اشتراطات التبرع بالدم اللي تتبعها سياسه خدمات نقل الدم القوميه. سن المتبرع من 18 ل 60 سنه، لازم يكون معايا الرقم القومي للمتبرع ورقم تليفونه. المتبرع بتاعي بألقي عليه بعض الاسئله اللي بتاكد فيها بتاكد من خلالها خلوه من الامراض المزمنه اللي تكون عائق من التبرع، وبتاكد كمان ان ما حصلش اي تدخل جراحي سواء بحشو اسنان او بخلع اسنان او اي غرز جراحيه في خلال 3 شهور اللي فاتت، وان المريض بتاعي غير مصاب بفيروس بي او فيروس سي، او ان هو كمان ما نقلش دم في خلال السنه اللي فاتت، ويكون عندي ما يثبت اصابه المتبرع بفيروس كورونا المستجد، وكمان ما يثبت خلو من الاصابه بمسحه سلبيه. انا جاي النهارده بنك الدم الاقليمي ان انا اتبرع بالبلازما عشان افيد بيها ناس تكون تعبانه.
وبنصح كل الناس اللي ربنا ابتلاها بالمرض ورزقها الحمد لله رب العالمين بالصحة والعافية إن عافاهم منه، يعني إن ده يكون جزء من صدقتهم على صحتهم وزكاتهم على صحتهم إن هم يبادروا بالتبرع إن شاء الله لبلادنا، لعل إن شاء الله رب العالمين ربنا يجعل فيها كده سبب ويشفي حد تاني بعد يوم إن شاء الله. بدعو كل المرضى المتعافين واللي ربنا تم عليهم بالشفاء من كل أعراض فيروس كورونا إنهم يتوجهوا فورا لكل مركز إقليمي على مستوى الجمهورية للتبرع بالبلازما، وده لإنقاذ المرضى المصابين بالفيروس. نجدد الترحيب بالدكتور أحمد سعد أمين، نتمنى تكون سمعنا بوضوح دلوقتي يا دكتور، وكنا مسألك عن أسباب ارتفاع معدل الوفيات وإذا كان متماشي مع النسبة العالمية أو هو أكثر. أهلا بحضرتك مرة تانية، وطبعا ارتفاع الأعداد الوفيات النسبة العالمية زي ما قلت لحضرتك هي تقريبا من 2.5 لـ 5 أو 6%، بتتراوح النسب أو بتختلف النسب من دولة تانية حسب يعني ليها ظروف كتير طبعا، يعني لو خدنا في الظروف هتاخد الحلقة كلها. طبعا في مصر في نسب وفيات تعتبر من النسب اللي هي نقول الأبر ليميت، يعني اللي هو المستوى الأعلى للمستوى العالمي. قد تكون ليها أسباب طبعا كتيرة جدا، إن ممكن يكون المريض يبدأ يروح للمستشفى في وقت متأخر ممكن في بعض الحالات، في بعض الحالات التانية طبعا السن ليه عامل كبير جدا، الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، القلب، الأمراض الروماتيزمية، كل الحاجات دي كلها ليها يعني أسباب. وطبعا هو في 80% المفروض، يعني دي نسب عالمية بقى دي ما فيهاش كلام، 80% من المرضى اللي بيبقوا حاملين الفيروس أو اللي بيجيلهم الفيروس بيكون بدون أعراض. برضو بيحصل لقينا ان في عدد كبير جدا من المرضى اللي ما عندهمش اعراض واضحه او قويه، بدات لما بنعمل لهم اشعه على الصدر بنلاقي ان في التهاب رئوي، يعني حتى قبل ظهور الاعراض. فدي طبعا الالتهاب الرئوي لو ما تمش، لو جسم مناعه الجسم مش قويه والجسم نفسه ما خدش راحته وما خدش وقته في مقاومه الفيروس، ممكن تظهر الاعراض بعد كده على هيئه مضاعفات، مش اعراض مبدئيه اللي هي الام في الجسم وشويه تعب عام او صداع، الحاجات اللي هي البسيطه دي يعني. طيب، يعني احنا كنا لسه بنقرا تقرير عن العلاج بالبلازما، والنهارده لسه في المؤتمر الصحفي اللي تم الاعلان عنه او تم الاعلان عن هذه الارقام والاحصائيات فيه، اتكلم برضو فيه اللي هو الدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في الشرق المتوسط انه العلاج بالبلازما لم يثبت فعاليه في علاج الفيروس. ازاي ده حصل بعد كل التفاؤل وكل يعني وصلنا لمرحله ان الناس بتبيع البلازما فجاه كده يتقال انه لا ده مش فعال اصلا؟ والله هو البلازما يعني ما كانتش بروميسنج قوي او ما كانتش واعده قوي من اول موضوع الكورونا او من اول جائحه الكورونا، طبعا استخدمتها دول كملاذ ليها يعني او كنوع من انواع الفاريشنز كان للتجربه، لان زي طبعا الفيروس لسه جديد وبنجرب فيه كل الادويه وبنجرب فيه كل البروتوكولات وبنحاول نشوف حصلت اخطاء في ناس توفت من التجارب عليها في العالم كله. لكن الشكل الاساسي هو استهداف الفيروس. في الكميات الاجسام المضاده ممكن نلاقي الاجسام المضاده موجوده، لكن لازم تبقى بكميه كبيره جدا، وبعدين الاجسام المضاده مش هتقدر توقف حده المرض لو المرض جاي اوريدي وحصل دامج او حصل تدمير في بعض الاعضاء، يعني احنا هنصلح ايه؟ يعني احنا بناخد البلازما الاجسام المضاده احنا هنقلل شويه انتشاره، ولو ان النجاح البلازما في العالم كله ما كانش يعني النجاح الكبير والا كنا استخدمناه على مجال واسع، لكن كان هو عباره عن تجارب، يعني حتى في جميع الدراسات الطبيه محطوط في الكاتيجوري او في المصنف ان هو تحت التجربه،
وما لقاش نجاح. يعني ما لقيناش ان في تحسن كبير او في حاجه دراماتيك او كبيره بتحصل مع المرضى اللي خدوا البلازما. ده يخلينا نتعامل برشد شويه فيما يتعلق بالاخبار عن الدواءات اللي بيتم اكتشافها تقريبا يوميا. كل يوم تلاقي دواء واسم بيطرح والناس تبدا تجري وراه وتدور عليه، وفجاه تطلع برضه منظمه الصحه العالميه تقول لا ان هو مش هيكون مناسب وما اثبتش فعاليه. ازاي نقدر نتعامل او نسوق للناس حتى فكره العلاجات الجديده عشان ما يحصلش اللبس ده؟ هو طبعا بالنسبه للعلاجات الجديده، يعني كان في علاجات جديده، يعني مثلا انا كان من ضمن الادويه اللي انا ما كنتش مقتنع بيها تماما كان الهيدروكسيكلوروكين والكلوروكين عموما. ما كنتش مقتنع، يعني طلعت عليه دراسات وقالوا ان هو بيعمل حاجات معينه او بيشتغل بطريقه معينه لا ده غير المضاعفات. الميكانيزم اوف اكشن اللي هو طريقه عمل الدواء نفسه، انا كطبيب ما كنتش مقتنع بيها، يعني حاسس ان هي كده يعني متفصله على حاجه معينه. بعد كده ظهرت ادويه ثانيه، مثلا كان ريمدسيفير، طلع اخبار ان ريمدسيفير ده هو الملاذ وهو الدواء المعجزه، ونسبته لا تتعدى ال 15%، يعني 11 ل 15% بين المرضى، ولازم يكون في بدايه المرض، ولازم يكون المريض محجوز في المستشفى لان هو ما بيتاخدش في عن طريق الفم، هو بيتاخد عن طريق الوريد. فده طبعا حاجه برضو. في ادويه تانية، في اخبار نزلت او دراسه حتى نزلت كدراسه ضعيفه جدا، قالت ان البروفين والسيليبريكس او اللي هو السيليكوكسيب ومشتقاته بيمنع تكاثر الفيروس، والناس راحت اشتريته. برضو الميديا طلعت دواء الكورتيزون او مشتقات الكورتيزون اختفى من الاسواق تماما في كثير من الدول، وبيقول ان هو ده، مع ان الدواء ده ممنوع يتاخد في بدايه اي مرض فيروسي، يعني ده ممنوع منعا باتا في جميع كتب الطب ومدارس الطب في العالم، ممنوع هو بيتاخد. ما احنا ممكن نقع اسرى بقى لدعايات شركات ادويه، شركات ادويه تحاول تصرف ربما ملايين على الترويج لدواء معين علشان في خلال ايام يكون الدواء انتهى والطلب عليه تزايد، ونقع احنا في الفخ ده. انا عايز اقول لحضرتك ان في شركات ادويه بتشتري دراسات من علماء، يعني بيبقى للاسف دي بتحصل وحصلت كتير قوي على مدار التاريخ، وحصلت في الجائحه اللي احنا فيها دلوقتي طبعا. ان في دراسات بتتمول اصلا عن طريق شركات ادويه، يعني بتبقى بطريقه ما، علشان كان على سبيل المثال كان في بروفيسور فرنسي، كان يعني بروفيسور معروف، كان طلع يدافع عن الهيدروكسيكلوروكين باستماته، يعني ان هو ده الدواء. فللاسف ده بيحصل، يعني احنا مش هنخبي راسنا في الرمل ونقول ما بيحصلش، لا بيحصل. لكن الدراسات احنا على قد ما احنا بنسمع على قد ما احنا بنشغل دماغنا، يعني احنا اطباء، ويعني انا بقالي سنين طويله جدا شغال في المجال الطبي، وزملائي في لما بنقعد نتناقش بنلاقي ان في ادويه، طب يا جماعه ازاي يعني دي، وبرضه دور الاعلام، يعني دور الاعلام المفروض ما يهولش. يعني انا شفت جميع وسائل الاعلام بتتكلم عن الديكساميثازون اللي هو مشتق من الكورتيزون، هو وجد العالم دواء لكورونا. طبعا كلام يعني انا استغربت، يعني الدواء ده ليه محاذير وبتاخد بطريقه معينه وبننهيه بطريقه معينه، يعني ما ينفعش ان انا الكورتيزون فجاه اروح موقفه والمريض هيخش مني في مشكله اكبر، وتحت اشراف الطبيب كمان، لان انت عارف احنا عندنا في مصر سهل جدا تروح الصيدليه تجيب منها دواء، يعني للاسف. طبعا طبعا دي حاجه، يعني الكورتيزون والمضادات الحيويه والحاجات اللي هي اللي ما ينفعش تتاخد من غير وصفه طبيه، دي طبعا بتمثل خطوره كبيره جدا على الناس. تمام، احنا حبينا نوضح للناس برضو علشان ما يقعوش اسرى وضحايا للدعايات اللي تعملها شركات الادويه. عشان كده بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد سعد امين الطبيب، شكرا جزيلا.